وفي ظل رفض الشباب اليمني لعمليات التجنيد، لجأت ميليشيات الحوثي إلى إلزام خطباء المساجد في العاصمة صنعاء بالدعوة إلى التجنيد نظراً للعزوف الشعبي عن التجاوب معهم. وقالت مصادر في صنعاء ان خطباء المساجد دعوا الى الاقبال على التجنيد الذي دعت له الميليشيات بعد تعميم للحوثيين على كافه المساجد في العاصمه يطالبهم بذلك. واوضحت المصادر ان استخدام الميليشيات لمنابر المساجد يكشف فشل حملات التجنيد التي تنظمها في مختلف المناطق الواقعه تحت سيطرتها.